الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة الجزء العاشر الباب العاشر سينياتيكا أورزنتالي، العلامات أو الخطوط الأفقية. النهاردة معانا الإشارة الثالثة، نتكلم فيها على الخط الأبيض المتقطع ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا، خط أبيض طولي متقطع. نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة بتقول إيه. ستريتشا لونج دودونالي ديسكونتينوا، خط أبيض طولي متصل. نشوف على الطبيعة شكل الخط على الطريق أو في الكراجاتا بيبقى بالشكل ده، ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا، ترتد جاتا متقطع، خط أبيض طولي متقطع أو غير متصل. نشوف بيسمح بإيه الخط ده هوت وبيمنع إيه ووظيفته أو فايدته إيه. الخطوط عامة سواء كانت خطوط متقطعة أو خطوط متصلة وظيفتها انديكا لاكورسية، بتحدد الممرات. اهي الخط ده حدد الممر ده عن الممر الاخر، يبقى انديكا لاكورسية بيحدد الممرات. كمان الخط الابيض المتقطع سيبو انداري ديلاستريتشا، ممكن هنا في الحالة دي ادخل على الخط، ممكن في الحالة دي ادخل على الخط، وكمان مش بس كده، لا ده كمان اقدر اعمل اوكوباري الالترا كورسية دي مارشا بير السور باسو. احنا قلنا هنا لما نيجي نعمل السور باسو في حالة لما يكون الخط متقطع لا يجب ان انا اخرج عليه وادخل في الممر الاخر، اما الخط المتقطع فيمكن الخروج عنه والدخول في الممر الاخر. يبقى عملية عكس بعضها، الخط المتصل ما بيسمحش بانك تتجاوزه وتدخل في الممر الاخر، الخط المتقطع بيسمح بتجاوز الخط وكمان الخروج والدخول في الكرسية الاخرى، الالترا كرسية دي مارشا بغرض ايه السور باسو من اجل التجاوز. الخط الابيض المتقطع اهو، الخط الابيض المتقطع وظيفته ايه كمان؟ ديفيدي لا كاراجاتا ان دو كرسية، ده كاراجاتا قدام مني اهي بيقسمها الى دو كرسية ممرين، ادا ممر ودا ممر، يبقى ايضا وظيفته بيحدد الممرات ويقسم الطريق الى ممرين او بيقسم الكاراجاتا الى ممرين. نشوف كمان ايضا الخط الابيض الطولي المتقطع بيسمح بايه وبيمنع بايه. طبعا الخط المتقطع هيبقى بيسمح بالكلام اللي كان ممنوع في الخطوط المتصلة. الخط الابيض المتقطع بيعمل ايه؟ سيبو اسفولتا اديسترا، سيبو اسفولتا اسينسترا، الخط الابيض المتقطع بيسمح لك انك تعمل مانوفرا ديسفولتا سينسترا. اهو يا جماعه الخط الابيض المتقطع اهوت ممكن اخرج عنه وادخل في الممر الاخر بغرض التجاوز. طيب الخط الابيض المتقطع بيسمح لك انك تعمل اسفولتا سينسترا، طبعا اسفولتا ديسترا سهله لانك انت كده كده ماشي جنب الحافه اليمنى للطريق، فما فيش مشكله سواء كان الخط متقطع او متصل في اسفولتا ديسترا، ولكن اسفولتا سينسترا لما يكون الخط متصل بتبقى ممنوعه، اما في حاله الخطوط المتقطعه فسيبو فاري مانوفرا ديسفولتا سينسترا. ايه كمان بيسمحه؟ بيسمح بعكس اتجاه السير، يبقى سيبو فاري انفيرسيوني دي مارشا ان كونديسيوني دي سيكوريتسا سي لا سترادا دوبيو سينس، لما يكون الطريق عندي باتجاهين ممكن اعمل المانوفرا بتاعت انفيرسيوني دي مارشا عكس اتجاه السير بشرط يكون الظروف بتسمح بذلك في حال لما يكون السير على طريق باتجاهين اتنين للسير. طبعا الطريق باتجاه واحد ممنوع نعمل الانفيرسيون دي مارشا او ريترو مارشا، اما الطريق باتجاهين فممكن تعمل سفولتا ممكن تعمل الانفيرسيون دي مارشا بشرط ان الظروف تكون
سامحة بذلك. يعني ايه الظروف سامحة بذلك؟ يعني ما فيش عربيات جاية من الاتجاه الاخر. طيب نشوف كمان ايضا بيسمح بايه؟ بيسمح قلنا بالسورباسو التجاوز. يبقى الخط الابيض المتقطع كونسنتيتو السورباسو ان فيتشينانسا او ان كورسبوندنسا الدوسو انكل الكيرف. يبقى هنا بيمكن او بيسمح الخط الابيض المتقطع بالتجاوز عند او بالقرب من الدوسو المطب او الكيرفو المنحنى في طريق باتجاه واحد فقط، لكن لو كان طريق باتجاهين يبقى ممنوع السورباسو نيل دوسو انكل نيل كيرفو. يبقى المنحنيات والمطبات في طريق باتجاهين ممنوع السورباسو، اما في اتجاه واحد فمسموح لك انك تعمل السورباسو التجاوز. ندخل بقى ونشوف مع بعضنا النهاردة أسئلتنا وإزاي هنقدر نحل الأسئلة دي وطبق الكلام ده عملي. أول سؤال معانا بيقول لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا بوإسري سوبرات. يمكن تجاوز الخط الأبيض المتقطع أقول له فيرو. تمام كده؟ تمام متقطع نقدر نعمل تجاوز له فيرو. نشوف سؤال كمان لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا ديفيدي لا كارجاتا ايدو كورسيا. بيقسم الخط الابيض المتقطع الممثل المسار الى ممرين، برضه هقول له فيرو. نيلا استرادا ايدو بيوسينسا دي كوندو كورسيا لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا ديفيدي السينسا دي مارشا. بيفصل الخط الابيض المتقطع الممثل على الطريق باتجاهين اتنين وممرين اتجاهي السير. يبقى الخط المتقطع دوت بيفصل اتجاهات السير على طريق باتجاهين اتنين برضو فيرو. لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا كونسنت ان كازو سي فولي سورباساري دي اوكوباري مونتامينت الالترا كورسيا دي مارشا. هنا بيقول ايضا ان الخط الابيض المتقطع في حالة إذا أردنا التجاوز ممكن الدخول مؤقتا، ممكن الدخول مؤقتا في الممر الآخر أقول له فيرو. يبقى الدخول في الممر الآخر بيكون مؤقت بغرض التجاوز فيرو. لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا كونسنتي لانفيرسيون دي مارشا ان كورسبوندنسا دي سيكوريتسا سي لاست ان كونديسيوني دي سيكوريتسا سي لا استرادا اي دوبيو سينسو. هنا ايضا بيقول ان يسمح الخط الابيض المتقطع بعكس اتجاه السير بشرط ايه؟ اذا توفرت الظروف الامنه وكمان كان الطريق باتجاهين، لان اتجاه واحد ما ينفعش نعمل الانفرسيوني دي مارشا. يبقى فيرو. لا ستريتش بيانكا ديسكونتينوا انفجورا كونسنتي لاس فولتا سينسترا. طبعا الخط المتقطع بيسمح بالانعطاف ناحيه اليسار فيرو. لا ستريتش لونجو الشنترو دي لا كارجاتا بوسونو اسري سوبراتا سي ديسكونتينوا تراتيجاتا. يمكن تجاوز الخط الابيض في وسط المسار اذا كان اذا كان الخط متقطع اقول له فيرو. ديسكونتينوا اللي هي بتساوي تراتيجاتا فيرو. ان اون استرادا دوبيو سينسو دي سيركولاسيون يكون لا سينيالاتيكا انديكاتا انفيجورا، الاشاره اللي موجوده معانا ديت سبو اف اتواري اون سورباسو انكل سوبراندو لا ستريتشا ديل ميزي. يمكن التجاوز مع الخروج عن الخط في الوسط على طريق باتجاه واحد يتوفر على الاشاره الاشاره الممثله. يبقى هنا التجاوز مسموح حتى بالخروج عن الخط في طريق باتجاه واحد، سواء كان طريق باتجاه واحد او حتى باتجاهين يمكن لك عمل التجاوز والخروج عن الخط والدخول في الممر الاخر فيرو. ان اون استرادا سينسونو كودي سيركولاسيون كل سينيالاتك انتكاتا انفجورا سيبوس والبصاري انكل ان كورفا. ايضا هنا برضه بيسمح او يمكن التجاوز عند المنعرج في الوسط على طريق باتجاه واحد تتوفر على الاشاره الممثله. ايوه ابقى فيرو. يبقى هنا الاشاره الخط المتقطع لو في طريق واحد وفي عندي منحنى او كيرفو او دوسو يبقى هنا مسموح لي تعمل السور باسو فيرو. ان اون استرادا سينسا اونو كود سيركولاسيون كل سينيالاتك انديكاتا انفجورا لا كارجاتا ديفيزي ان دو كورسيا. هنا بيقول ان يتكون مسار طريق باتجاه واحد
هنا يتكون مسار طريق باتجاه واحد طفر اشاره مثلا من ممرين. الطريق دوت متكون من ممرين لان الخط المتقطع بيقسم الكراجاتا الى دوا كرسيه فيرو. نشوف سؤال كمان 11. ان اونا استرادا سينسا اونوكو دي سيركولاسيوني كل سنيالاتك انديكاتا انفجورا لا كرسيه دي سينسترا اي دي نورما سيرفاتا السورباس. دايما الممر اللي هو على اليسار مخصص للسورباس، يبقى يخصص الممر الايسر عاده للتجاوز على طريق باتجاه واحد تتوفر على الاشاره الممثله اقول له فيرو. الاسئله اللي معانا يا جماعه كتيره، فناخد بالنا شويه من الخط الابيض المتقطع. ان اون استرادا سينسا اون كودي سيركولاسيون يكون لا سينياتك انديكاتا انفيجورا اي كونسنتيتو استور باسو ان فيتشينانسا اون كورسبوندنسا ديل دوسو. هنا بيقول ايضا ان الخط الابيض المتقطع بيسمح بالتجاوز قرب المطبات على طريق باتجاه واحد بيتوفر طبعا على الاشاره ديت اللي هو الخط الابيض المتقطع فيرو. يبقى المطبات والمنحنيات اهم حاجه الطريق باتجاه واحد يبقى فيرو. ان اون استرادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيون كل سنياتك انديكاتا انفيجورا سيبو افيتواري اون سور باسو انكل سوبراندو لاستريتشا دي الميزو. هنا برضو بيقول يسمح الخط المتقطع يمكن التجاوز على طريق باتجاهين اتنين تتوفر على الاشاره الممثله حتى لو خرجنا او تجاوزنا او تتجاوزنا او خرجنا عن الخط اللي هو في المنتصف خط المتقطع، وده برضه اقول فيرو. هنا استرادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيون كل سنياتك انديكاتا انفيجورا نون سي بو شولكواري ستاندو الكافالو دي لا ستريتشا دي الميزو. طبعا هنا الستاندو الكافالو اللي هو مشية الحصان اللي تمشي فوق الخطوط ده ممنوع سواء كان الخط متقطع او حتى متصل. يبقى لا يمكن، يبقى هنا الاشاره هنا بيقول لي لا يمكن التجاوز على طريق باتجاهين. هنا هنا استرادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيوني التجاوز انديكاتا انفيجورا نون سيبو سيركولار ستاند كافالو لا يمكن السير فوق الخطوط على طريق باتجاهين اتنين بيتوفر على هذه الاشاره اقول له فيرو، لان هنا قلنا الخطوط المتقطعه والخطوط حتى المتصله لا يمكن انك تسير فيها مشيه الحصان او فوق الخطوط، يبقى هنا اقول له برضو فيرو نون سيبو فيرو. هنا استرادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيون كل سنياتك انديكاتا انفيجورا بيرز فولتاري سينسترا بيزونيا سبوستاري فيرسو الشنترو دي لا كاريجاتا. هنا بيقول يجب الانتقال الى وسط المسار للانعطاف يسارا على الطريق باتجاهين بيتوفر على الاشاره الممثله فيرو. اللي عايز يعمل فولتا سينسترا يقرب ناحيه خط بتاع الميدزي او الخط بتاع النص يبقى فيرو. هنا كاريجاتا دوبيو سينسا دي سيركولاسيون لا ستريتشا دي الميزي سي تي ديسكونتينوا تراتيجاتا بو اسري سوبراتا دورانتي اون سور باسو. دورانتي السور باسو يبقى برضه هقول له فيرو. اذا كان الخط وسط الطريق متقطع يمكن الخروج عنه عند التجاوز على مسار باتجاهين برضه اقول فيرو. ان اونا كاراجاتا سينسا اونوكو لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا سيرفي ايد اليمنتاري لا كورسيا. هنا بيقول ايه؟ في مسار باتجاه واحد الخط الابيض الممثل بيحدد او بيعين حدود الممر. طبعا هنا اقول له فرصه. الخط الابيض ده وظيفته ان هو بيحدد الممرات، تحديد الممرات. هنا بيقول لي بيبين حدود الممر، طبعا هتبقى الاجابه فيرو. يبقى هنا انا كارجاتا سينسا اونوكو دي لاستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفجورا سيرفي ديليمنتاري لاكورسيا اقول له فيرو. الخط ده بيحدد الممرات وبيفصل اتجاهي السير في طريق باتجاهين فيرو. لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفجورا نيلا استرادا سينسا اونوكو ديفيدي لا كورسيا. برضه نفس الحوار، بيفصل الخط الابيض المتقطع على طريق باتجاه واحد اقول له بيفصل الممرات اقول له فيرو. الخط ده بيفصل الممر ده عن الممر ده يبقى فيرو. هنا استرادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيون كل سنياتك انديكاتا انفجورا فورد الشنتور ابيتاتو لا كرسية دي سينسترا سيرفي بيرسوستا دي إمرجنسا. يستخدم الممر الأيسر في طريق باتجاهين بتتوفر على الإشارة الممثلة للتوقف الطارئ، طبعا سوستا دي إمرجنسا فالسون.
الاستريشا بيانكا ديسكونتينوان في جورا ان الاسترادا سينسا اونوكو اي بوستون الدوسو بيرديفيدري الدوا سينسا دي مارشا. بيقول هنا يتواجد الخط الابيض المتقطع الممثل على الطريق باتجاه واحد عند المطب لفصل اتجاهي السير. اقول له فصل لان الطريق باتجاه واحد مفيش فيه فصل اتجاهات السير، هو بيحدد الممرات بس، يبقى فصل. الاستريشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا كونسنتي دي شيركولار ستاند الكافالو دي اس. برضه هنا اقول له فالسو، هنا ممنوع السير فوق الخطوط حتى لو كانت متقطعه، فالسو. اون استرادا سينسا اونو كو دي شيركولاسيون كل سينياتك انديكاتا انفيجورا بير فولتارا سينسترا بزونيا ريماني نيل كورسيا دي ديسترا، فالسو. لازم اقرب عند خط المنتصف، خط استريتشا دي الميز، يبقى فالسو. اون استرادا سينسا اونو كو دي سيركولاسيوني كل سينياتيكا انديكاتا انفيجورا سيبو سيمبر فياجاري بارفيرا باراليل. طبعا سيمبر فياجاري بارفيرا باراليل السير في صفوف متوازيه، يبقى فالسو، لان هنا عشان اسير في فيلا باراليل يجب يكون على الاقل دوا كرسيه بيروني سينس دي مارشا، يبقى فالسو. نشوف سؤال كمان. نيلا كارجاتا دو بيسنسا دي سيركولاسيون يكون الفجورا لا ستريتشا دي ميزي دي فيدي لا استرادا دو كارجاتا. طبعا الخط اللي في النص بيقسم المسار، بيقسم الطريق الى مسارين فالسو، بيقسم الطريق الى ممرين، يبقى اقول عليها فالسو. نشوف سؤال كمان 25. ان استرادا دوبيو سينسا دي شيركولاسيون كنا سينياتك انديكاتا انفيجورا سوبو سور باساري كون كوالي سي سي كونديسيون دي فيزيبيليتا دي ترافيكو. طبعا هنا كوالي سي سي ديت هتبقى فالسو. هنا عايز يقول ايه؟ يمكن التجاوز على طريق باتجاهين تتوفر على الاشاره الممثله مهما كانت ظروف الرؤيه وظروف حركه السير. طبعا هنا هتبقى فالسو، حتى لو كان الخط المتقطع لازم اراعي ظروف حركه السير اذا كان في انتنسو ترافيكو او في بوكو فيزيبيليتا رؤيه محدوده، يبقى فالسو. لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا ديفيد الاسترادا ان دو كارجاتا، ديفيد الاسترادا دو كارجاتا، يبقى فالسو على طول. اوني دوبيو سينسا طبعا هيبقى فالسو، لان الخطوط ديت بتفصل او بتحدد او بتقسم المسار الى ممرين وليست الى مسارين، فالسو. لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا ستروفا انفيتشيناسا توت الباساجي ليفيلو. طبعا فالسو، لان الخط بيبقى عند معابر الرجلي، معابر المعابر القطارات او السكك الحديديه دايما بيكون متصل وليس متقطع، يبقى فالسو. ان اون استرادا دوبي سينسا دي شيركولاسيون كل سينياتيك انديكاتا انفيجورا سجو سور باساري انكل ان كورفا ما سولو ان شيتا. طبعا هنا كورسبوندنسا الكورف التجاوز عند المنحنيات في طريق باتجاهين اتنين ما ينفعش الا في الجزء المنخفض فقط، الجزء اللي هو الديتشيزا دو اون دوسو، الجزء الديتشيزا المنزل او المنحدر في المطب ممكن نعمل فيه التجاوز، اما الحته اللي هي السليطه المطلع في طريق باتجاهين فممنوع نعمل السور باسو، يبقى فالسو. لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا كونسنت الانفيرسيون دو مارشا نيلا استرادا سينسا اونوكو. طبعا قلنا الطريق باتجاه واحد ممنوع الانفيرسيون دو مارشا او ريترو مارشا، فالسو. اون استرادا سينسا اونوكو دي سيركولاسيون كل سينياتك انديكاتا انفيجورا سي بوش القرار ستاندو الكافالو دي لا ستريتشا دي الميزي. ممكن السير فوق الخطوط، طبعا الاجابه هتبقى فالسو. مشية الحصان يعني عجلتين اليمين في الكرسي الشمال والعجلتين اليمين في الكرسي اليمين والعجلتين الشمال في الكرسي الشمال، يعني اسير في نص الخط، طبعا الجامد هيبقى فالسو سواء كان الخط متقطع او حتى الخط متصل. لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفيجورا بو اسري سوستتويتو دو اونا سيريا دو كيودي بير سينيالاتيكا استرادالي، بير سينيالاتيكا استرادالي. هنا عايز يقول ان يمكن تعويض الخط الابيض المتقطع، ممكن نستبدل الخط الابيض المتقطع بمجموعه من المسامير كعلامات طرقيه، فالسو. اون استرادا سينسا اونو كو دي سيركولاسيون كل سنتك انديكاتا انفيجورا سي بو فار انفيرسيون دي سينسا دي مارشا. طبعا استرادا سينسا اونو كو الانفيرسيون دي مارشا ممنوع، يبقى فالسو. لا ستريتشا ديسكونتينوا انفيجورا بو اسري سوستتويت دو كون الكون كيودي، الكون كيودي او كاتاتوتري مسو الديستانسا دي 50 سنتيمتر. هنا برضه عايز يقول ان احنا ممكن تعويض الخط الابيض المتقطع بمجموعه من المسامير على مسافه 50 متر بينها وبين الاخر، طبعا هيقول برضه فالسا.
لاستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفجورا ستروفا سولون لاسترادا سينسا اونوكو فالسو. الخط متقطع ممكن يكون ايضا موجود في استرادا دوبيو سينس. هنا كرجاتا او نسترادا دوبيو سينسا دي سيركولاسيوني كل سينياتك انتكاتا انفجورا سيبو فار الانفرسيون دو مارشا ما سينسا وكوباري الالترا كورسيه. طبعا الانفرسيون دو مارشا لابد ان انا ادخل في الممر الاخر عشان اعمل عكس اتجاه السير، لكن الانفرسيون دو سينسا دو مارشا من غير الدخول في الممر الاخر طبعا هنا ما ينفعش يبقى فالسو. نشوف سؤال اخير، لا ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا انفجورا ديفيدي لاسترادا ايونا بيستاتشيكلابل، يفصل الخط الابيض المتقطع الممثل الطريق على ممر الدراجات الهوائيه، بيفصل الطريق على ممر الدراجات الهوائيه بيستاتشيكلابل فالسو. ده كان اخر سؤال معانا النهارده في ستريتشا بيانكا ديسكونتينوا او ترتجاتا خط ابيض طولي متقطع او غير متصل. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد لكم من يعتبر المنى، والسلام عليكم ورحمه